مايسترو فريد على قناة أنفاس بريس. حنا ضيوف بمركب الثقافي حي المحمدي عند واحد الفنان كوميدي اللي اختار عنوان الشو ديالو الريكلام، هشام البهجة. مرحبا بك على قناة أنفاس بريس. بارك الله فيك خويا فريد، وشكرا بزاف على الحضور ديالكم لهذا السبيكتاكل. أنا غريب الأمر، غبتي على الميدان الفني 6 سنوات ولكن رجعتي بشاو. والحمد لله، هذه الغيبة هذه كانت الظروف شخصية وظروف عائلية وظروف ديال الخدمة، مي الحمد لله حنا رجعنا، وتمنى هذا السبيكتاكل إن شاء الله يكون واحد عودة ميمونة إن شاء الله. الريكلام واش انت اللي سميتي ولا شي واحد عطاك العنوان ديال الشو؟ الريكلام انا اللي حطيت السميه ديال الشو. انت كدير الريكلام؟ كنت تنبيع شويه في الجوطيه في الاربعه ديال 100 ولا ديال 60؟ لا ديال 2 دراهم. الريكلام ديال 2 دراهم؟ ديال 2 دراهم. وشكون اللي عاونك في الكتابه ديال هذا الشو هذا؟ هو الكتابه هي كتابه شخصيه، كتابه ديال عام وانا تنكتب في هذا الشو، وكنت غادي نلعبو قبل من كورونا، ملي جات كورونا وقفات كل شيء، ودابا الحمد لله كتاب انه يتلعب اليوم. ولكن انت قبل كورونا انك غادرتي الميدان الفني، ميمكنش لنا نعرفوا السبب علاش؟ كما قلت لك خويا فريد، السبب هو ظروف ديال العمل، ظروف عائليه وشخصيه، وكانت واحد كما تنقولوا فتره نقاهه، ما كنتش غايب على الميدان الفني بانني كنت نكتب دي كور ميتراج، كنت نلعب مسرحيات، ولكن في الميدان الكوميدي كنت شويه غايب. وهذا الشو ديالك ديال الريكلام واش غتلعب غير هنا في كازا ولا في المدن اخرى ان شاء الله؟ هو ان شاء الله حاليا التفكير تنقول نلعبوا في كازا، ولما لا خارج كازا، ونتمنى بعد هذا العرض اللي هو افون بروميير ديالي العرض قبل الاول ينال اعجاب الجمهور الكريم، وديك الساعه نشوفوا شنو كاين ان شاء الله. وكاين شي جهه مدعمه لهذا العرض؟ هو كاين دعم، دير سيدي ربي احسن دعم هو هذاك. والناس اللي شادين سبيكتاكل هما جمعيه اجيال اللي تنشكرهم، الرئيس ديالهم السير عماري، شباب طموح باغيين يخدموا باغيين يتعاونوا مع بعضياتهم، تنشكرهم على هذا المنبر. كنشوف انا جميع يعني وما مشاو كيديروا يعني الدخله بالفلوس، انت درتي مجانا، خفتي ما يجيش لك الجمهور؟ ماشي خفت ما يجيش لي الجمهور، خفت الجمهور يهرب. دابا اللي قلتي لي تيكي تيقول لك لا خاص تكون مشهور، دونك خاص تكون تدير روتين اليوم، انا ما عنديش روتين اليوم حيت ما عنديش المؤهلات. كي كنتي كدير روتين اليوم باغي يجيك الجمهور؟ اه بيان سير خويا. شحال غدير 4000 ويجيك الجمهور؟ ما نعاودش لك، ماشي 4000، 4000 راه يشوف وارو، إذا بغاو يكملوا تيني خاصهم يعطيو 4000 أخرى. يعني كما قلنا السي هشام البهجة، واش غيابك على الميدان الفني يعني هاد السنوات هادي ما لقيتيش بان الكوميديا تبدلات شويه؟ وهو صراحه طلعوا شباب جداد عندهم كل واحد السيل ديالو، طلعوا ناس يلاه تعرفنا عليهم، مي صافا مزيان، الحمد لله كل واحد يبقى السيل ديالو خاص. هاد الشو المده الزمنيه شحال فيه؟ ساعه الا ربع ديال الضحك ان شاء الله. غتقتلنا بالضحك؟ وهي راه قلت لهم ما ضحكتيناش. وهي راه قلت لهم في واحد الفيديو جيبوا الخروق، نوم على راسهم. خروق ديالاش؟ وراك عارف الخروق ديالاش. ديال الضحك؟ ديال الضحك بيان سي. المهم غتضحكنا ان شاء الله، احنا غنتابعوا معاك الشو ديالك ان شاء الله. عرفتي اللي ما ضحكتيناش ما غندوش هاد الانترفيو. ايوا صافي على خاطر. بكل تواضع، بكل تواضع، تحياتي سي هشام، مرحبا بك العنفاس. شكرا بزاف. مرحبا بك. بارك الله.